انه الحرص على القيمه والتقاليد قد يطغى على وهج الموهبه نفسها. المره الوحيده اللي واحد قال لك يعني ايه قيم الاهلي يعني ايه دفع الثمن. لا، الناس حتى جمهور النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي عندهم الاهلي ده يجسد التقاليد العريقه للاسر العريقه لاولئك الذين يعني يضعون الصح والغلط قبل تحقيق المغنم. هو الأهلي حافظ عليها هؤلاء الرجال العظام الذي جسدهم بصدق وبوضوح ويعني بشكل واضح جدا. الله يرحمه مختار تيتش، وصار على نهجه كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، والآن محمود الخطيب. كابتن مختار